ومعنا في الاستوديو محمد الامين واللواء ومسؤول العلاقات الخارجيه بالميثاق الوطني للشباب الموريتاني. اهلا وسهلا. مساء اذا الخير. الميثاق الوطني للشباب الموريتاني يدعو لحوار وطني جاد. لماذا حوار وطني جاد اليوم؟ ما الذي فرض ضروره هذا الحوار برايكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أشكر قناة المرابطون على هذه السانحة. الميثاق الوطني للشباب هو كتلة شبابية واعية، لها استراتيجيات ولها خطط تعمل عليها منذ نشأتها، ويدخل نشاطنا اليوم في إطار تلك الأنشطة التي يقوم بها الميثاق الوطني للشباب. ودعوتنا اليوم للحوار ليس بالأمر الجديد، بل هو من ضمن المحاور الأساسية التي بني عليها الميثاق. فكما يعرف الجميع، الميثاق الوطني للشباب هو رؤية تتجاوز كل الانتماءات، هي تجمع شبابي من المعارضة والأغلبية والمستقلين، وكوكتيل يجمع الشباب في المجتمع المدني. هو هذه البوتقة التي تجمع كل الأصوات من الخارج ومن الداخل. وإذا نادينا اليوم بالحوار فنحن لا نغني خارج السرب، هذا أمر طبيعي. موريتانيا طيب، بحاجة، أنتم تغردون اسمح لي، داخل السرب، لكن ما الذي يفرض ضرورة حوار اليوم برأيك؟ ما نحن في الوطن في موريتانيا اليوم بحاجة إلى أن نجلس على الطاولة، أن نحكي همومنا، أن نعالج اهتماماتنا، أن نتطرق للأشياء الأساسية التي أصبحت اليوم تمس المواطن من هموم، خصوصا بالنسبة كما يخصنا نحن الشباب من أمور سياسية اقتصادية اجتماعية كالبطالة إلى آخره. هذه هذا ما مجموعة النقاط. يخصكم، لكن ما يخص الوطن بشكل عام والذي قلتم إنه بحاجة إلى حوار، ما أبرز المشاكل المطروحة التي هي تماما، بحاجة إلى حوار برأيكم؟ الوطن اليوم بحاجة إلى حوار لمعالجة الوحدة الوطنية، لهذا التنافر بين مكونات المجتمع عامة. كل يغني على ليلى، البيضان في جهة والأحراطين في جهة والزنوج في جهة. موريتانيا بحاجة إلى أن تجمع شتاتها كي تبني هذا الوطن. هذا ما تحتاجه موريتانيا اليوم، وهذا ما ندعو إليه في الميثاق الوطني للشباب، أن يجتمع الجميع دون قيد أو شرط، أن نتحاور، أن نتفاهم، أن نجلس كل يستمع إلى الآخر، لكن بدون شروط. هذا ما نسعى إليه. نحن لا نفرض آراءنا على الآخرين، بقدر ما نريد لهذا الوطن أن 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 ينمو، أن تتحقق فيه أحلام أجيال قادم، تسود فيه الوحدة، تسود فيه العدالة، يسود فيه الرخاء والرفاه. وهذا هل هذا غائب؟ وبالحوار يمكن أن يتحقق؟ موريتانيا لديها مشاكل، هناك مشاكل يجب أن تناقش، يجب أن نضع كل شيء على الطاولة ليدلي كل برأي، أن نترك السيء ونأخذ الحسن. هذا ما نحن بحاجة. ما أبرز هذه المشاكل التي لدى موريتانيا برأيكم؟ مشاكل السياسية والبنية الاجتماعية لهذا المجتمع، خصوصا البنية الاجتماعية لهذا طيب المجتمع. ذكرت الوحدة الوطنية في تمام. الجانب السياسي، ما المشكل القائم والذي يفرض ضرورة حوار؟ هناك قوى سياسية في موريتانيا لا تريد لهذا الشعب أن يتوحد، أقولها وبصراحة. هناك كل يريد أن تكون هناك فئة ضد أخرى، ونحن بحاجة إلى أن نكون معا، كلنا معا نسير من أجل هذا البلد. وهذا ما ندعو إليه في الميثاق الوطني للشباب، أن نكون يدا بيد من أجل أن نبني موريتانيا. ودعوتنا ليست فقط للسلطة، بقدر ما هي دعوة أيضا للمعارضة. يجب أن نجتمع جميعا من أجل موريتانيا. نحن بلد ضعيف، لديه الكثير من المشاكل، لديه الكثير من 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 من, من الأشياء التي يجب أن نناقشها، أن نضعها على الطاولة. نحن هذا ما تريد. طيب، هذه الدعوة التي أطلقتم بشأن الحوار تأتي بعد أيام من إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إغلاق باب الحوار، وهو متخوف من المساس بالدستور أو تعديل الدستور. إلى أي حد ترون بأن هذا التخوف قائم فعلا؟ مسألة الدستور نحن لم نناقشها حتى اليوم. الميثاق الوطني هو عبارة عن تكتل شبابي يجمع أطياف متعددة، لا يمكن. طيب، تحدثت عن الميثاق وعن أهدافه وغير ذلك، لكن دعوتم إلى الحوار، الحوار قيل فيه هذا
هناك طيف سياسي يعني أوصد باب الحوار على أساس أن هناك مخاوف من المساس بالدستور، كيف ترون أنتم ذلك؟ للمنتدى الحرية في أن يعبر عن رأيه، أنا لست ناطقا رسميا باسم المنتدى. لا أريدك أن تكون ناطقا رسميا حتى باسم الميثاق لأنك لست كذلك، لكن طرحت سؤال يتعلق بالتخوف من المساس بالدستور وأنتم ناديتم بضرورة الحوار، كيف ترون ذلك؟ قضية الدستور لم نناقشها في 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 الميثاق الوطني للشباب، والمنتدى له الحرية في أن يعبر عن رأيه، أن تلك قرارات تخص بالمنتدى، لكن على المنتدى أيضا وعلى الأغلبية أن تراجع أنفسها في كل القرارات التي تتخذ تجاه هذا الوطن. هذا الوطن بحاجة للجميع، ليس للأغلبية فقط وليس للحكومة فقط، هذا وطن للجميع، يسع الجميع، يجب أن نناقش فيه كل شيء، هذا ما يريده الميثاق الوطني للشباب. إذن أشكرك محمد لمين واللواء ومسؤول العلاقات الخارجية بالميثاق الوطني للشباب الموريتاني. شكرا.